المشروع اللي بغيت نصور لكم هو تأهيل المقر السابق لبنك المغرب وتحويله الى بنيه متحفيه لاحياء ذاكره المدينه والتاريخ لفتره اعاده بنائها. انا شخصيا كنعقل على هذا المعلمة هذه. كانت بنك المغرب فعلا فاش في سنوات الثمانينات فاش كنت كنقرا هنا في اعداديه سوس العالمه فعلا كان هنا بنك المغرب ودابا راه غادي يعاودوا يقادوه. يعني هي هذه هاد المشاريع هادو كيعيدو الذاكرة ديال المدينة خصوصا الناس اللي أبناء المدينة. المنظر ديال المقر السابق غادي يولي بحال هكا. كاين متدخلين، كاين وزارة الداخلية وكاين الجماعة، كاين جهة ديال سوس مسا وكاين البنك دي ماروك، كاين العمران. الشركة اللي مكلفة بهذا المشروع هي كاين جوج شركات، كاين الشركة ديال ويست باكت المقر ديالها هو ورزازات، والشركة الثانية هي اونتربريز سي او ا اي ليميتيد اونتربريز رياض المقر ديالها هو فاس. متر دوفراج هي الولاية والمتر دوفراج ديليكي هي العمران. نشرع من برا بسرعة، راه مازال ما كمل. كان هذا هو الباب القديم ديالو، هو هذا اللي كيعقل عليه. شكرا لكم على التتبع.